مأزق المثقف ورجل الدين، استطلاع صحفي لمجلة الفن والأدب. كشف آخر الإحصائيات أن عدد الملحدين في الوطن العربي قد وصل إلى 75 مليون ملحد، وهي إحصائية قابلة للزيادة بشكل كبير ومتوقع. ثم تقول إن هذا هو ناتج طبيعي للأزمة التي يعيشها المثقف ورجل الدين في الوطن العربي والتي تفرز ثقافة الإلحاد. والسؤال، هل بالإمكان أن يؤدي المثقف دوره التنويري النابع من أعماقه المسؤولة بدلا من الفعل الهلامي الذي يقوم به بناء على مصالحه المادية التي يرغمه على ممارستها الطمع وضغط الحاجة في معظم الأحيان؟ وهل بالإمكان أن يؤدي رجل الدين دوره كقطب تنويري أيضا بدلا من ممارسة فعل بوليس الآداب والنزول إلى بؤر ضيقة من أجل الصراعات الصغيرة مع كاتب أو فنان ما من أجل رأي أو فكرة أو وجهة نظر؟ وهل بالإمكان تحقيق حالة وئام بين المثقف ورجل الدين؟ وما هي سبل خلق وعي حقيقي لديهما عن أهمية دور الآخر وأهمية وجوده من أجل بناء مجتمع خال من تلك الإفرازات التي لا تزيد الأوطان إلا خرابا؟ طرحنا هذه الأسئلة على نخبة من الأدباء والمفكرين العرب، وكانت الحصيلة كما يلي: استطلاع هايل المزادي. عبد الغفار العضوي، ناقد وكاتب من العراق. الملاحظ اليوم اتساع ثقافة الإلحاد الديني إلى ظاهرة الإلحاد المعرفي، في الإلحاد المعرفي التي يصاحبها العنف والإرهاب والتسقيط، في مناورة خفية ليس في تقويض الدين كما هو متوقع واستهداف رجل الدين الذي ساهم في تفاقمها دون أن يدري فحسب، إنما أشرك فيه المثقف في أكله في أكله الطعم، لأنه كان متوقعا له أن يدخل حلبة الصراع في تبنيه في نديته للدين، في اعتقاده أنه الأساس في نشوب الأزمات الخانقة. من هنا الظاهرة فإن ظاهرة الإلحاد التي شاعت في وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا ردود أفعال في عالم مأزوم يقوده المثقف ورجل الدين، على نشوء وترعرع التيارات الإلحادية التي شكلت تحديا خطيرا هدد المباني المعرفية لأي دين منها. ومن الطريف أن يحسب لهذا الإلحاد كحركة معرفية سابقا ولحد الآن فجرته على التكيف، فجربه على التكيف في مهاجمة المباني المعرفية للدين بواسطة تسخير الأدوات المعرفية المعروفة لجانبي عملية الصراع التي يمتلكها رجل الدين ورجل المعرفة، وتنتهي إلى فك الاشتباك والهروب إلى التاريخ في تحكيم أي المبررات كانت أكثر مقبولية في الوصول إلى حقيقة الصراع، أي جانب انتصر في العالم الإنساني، الدين أم الإلحاد. شاعت ظاهرة الإلحاد في العالم الإنساني المعاصر، بدت أنها تهدد معاقل الدين أو الأديان باعتبارها ظاهرة عابرة للقارات والمجتمعات البشرية عن طريق مدعيات تمس المباني الدينية والربوبية بواسطة إيديولوجية منظمة تبناها مؤسسات دولية واستخباراتية ومجتمعية، وتصل لحد الأفراد والجماعات المتباينة في الرؤى والمشارب. لكن هذه الظاهرة
قبل كل ذلك التنظيم هي جملة إفرازات معرفية شكوكية ترشحت نتيجة أزمات اقتصادية اجتماعية سياسية رمت بها الحضارات المتناطحة في العالم اليوم وتلقفتها الشعوب والأمم والدول لتتحسسها كقيم مصيرية في مستقبلها المرهون بحاضر مضطرب لتصبح ظاهرة ضبابية متورمة. فإذا عرفنا أن تاريخ الأديان يحتفظ دوما في سجلاته بقائمة طويلة من التحديات سمتها الإلحاد يشهد التاريخ الديني للأديان الإبراهيمية الثلاثة اليهودية المسيحية والإسلامية. عبد الغفار عطوي ناقد وكاتب العراق. وبحسب إحصائية جالوب أنه 18% من العرب والمسلمين في العالم العربي لا دينيين مش ملحدين، لا دينيين بجميع أصنافهم، يعني حوالي 57 مليون لا ديني في الوطن العربي. هي ظاهرة اللادينية والإلحاد مش حديثة، إنما يمكن وسائل التواصل أظهرتها. كانت فيما سبق الإلحاد يكون مرتبط بأيديولوجيا، بالماركسية، بأي توجه سياسي آخر. ميزة الإلحاد الحالي الآن أنه علمي بحت من غير أي توجه. العلاقة بين رجل الدين والمثقف ما أعتقدش أنها بتثمر أو أنها بتكون في نوع من العلاقة الودية ما لم يكن في سلطة تحتكر القوة على الاثنين، تشكل السلطة أو الحكومة أو أي جهات معنية تكون قادرة على صنع حوار من دون عنف، خصوصا المتدينين. يعني ما قد سمعنا على ملحد يفرض آراءه بالقوة أو بالعنف. أهم شيء أن يكون في سلطة تحتكر العنف وتربط النقاش، هذا هو اللي بيفتح المجال بين المثقف وبين كمحايد. المثقف مش لازم يكون لا ديني أو متدين، مثقف بأي كان أنه يتناقش مع هذه الفئتين ويتعايش معهم. يعني لا نعتبر المتدين أنه مريض ما لم يكن عنيف، ولا نعتبر أن الملحد مريض. أن التعامل مع الإلحاد كظاهرة يجب علاجها هذه مشكلة كمان، هذا عدم تعايش وعدم قبول الآخر. بعد فترة من ممارسة هذا النقاش المحكوم بالقوة بيعتاد المتدين على قبول هذه الفئة، وبيعتاد على النقاش، وبيعتاد أنه ما يستخدمش العنف. يعني مسألة العنف اللي حاصل الآن ضد المتدينين أو ضد أي مختلف من قبل المتدينين، العنف اللي حاصل بسبب أنهم مش متعودين على النقاش، مش متعودين على سماع الآراء الجديدة. حتى في إطار الإسلامي نفسه مش متعودين على سماع آراء فقهية، آراء عقدية، فيستخدموا العنف. لكن مع مرور فترة 15 سنوات فيها نقاش من دون عنف، المتدين بيعتاد على هذه الأصوات. حتى إذا ضعفت الدولة أو ما عاد في هذه السيطرة على نقاشاتهم، بيصبح النقاش ذاتي محكوم بدوافع ذاتية متقبلة للآخر، وبيعتاد المتدين على النقاش مع الجميع. الحقيقة أن العمل الثقافي التنويري لا يزال عملا فرديا، ولا يمكن في هذه الحالة أن يحدث أي نتيجة في المجتمع. فالعمل الثقافي الفاعل ينبغي له أن يتحول من حالته الفردية إلى عمل مؤسسي فاعل، تبدأ من مؤسسات الدولة وتنتهي بالمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. لا يمكن للمثقفين وإن كانوا يملكون مشاريعا أن يقوموا بفعلهم التنويري وهم في صورهم الفردية المنعزلة مهما كانوا كثيرا، مع أنه في الواقع لا يوجد عمل ثقافي حقيقي إلا في إطاره الضيق. كما أن المؤسسات الثقافية تدار من قبل غير المهتمين بالثقافة أصلا، وهذه الإشكالات وغيرها تضعف الفعل الحقيقي للعمل الثقافي. الأمر الآخر في الجانب الديني، حيث أن هناك ما يشبه الصراع بين رجال الدين والثقافة على غرار صراع المثقف والسلطة، بيد أن هناك ما هو أكثر خطورة، إذ يتحول رجل الدين في بعض الأحيان إلى حارس فضيلة المجتمع وحامي قيمه. ومن ثم
يخضع الأعمال الأدبية لعمليات المراقبة الدينية التي تجيز وتمنع ما تشاء. وهنا أيضا عدم فهم الدور الحقيقي لرجل الدين، فدوره الارتقاء بوعي المجتمع وليس بتنصيب نفسه وصيا على قيمه، لأن المجتمع هو من يحمي قيمه بذاته. الأمر الأكثر خطورة في حالتي المثقف ورجل الدين في العالم العربي هو توظيفهما معا لخدمة السلطة، فالمثقف ورجل الدين يجتمعان لا للقيام بدورهما الحقيقي، وإنما لتسويق السلطة الحاكمة ومساعدتها للسيطرة على وعي الشعوب وتسييرها. ومن هنا نشأ هذا الخلل المركزي، فقمع المثقف من قبل رجل الدين هو امتداد لصراع المثقف مع السلطة بوصف بعض رجال الدين خداما لهذه السلطة. إضافة إلى ذلك أن السلطات تشتري الكثير من المثقفين الذين يقومون بتجميل قبح هذه السلطات وترويج مشاريعها. أما ما يتعلق بزيادة الإلحاد فهو ناتج عن خيبة أمل كثير من الناس لا سيما الشباب بالدين، وهذا ناتج عن خلل أساسي في عمل رجال الدين الذين انخرطوا في تعميق الصراعات داخل المجتمعات الإسلامية على أسس دينية. وكذلك تسويغ هذا التوحش داخل المجتمع بمسوغ ديني، وهذا الأمر ينعكس سلبا على الدين ذاته ويؤدي إلى الاتجاه إلى الإلحاد، وهو نتيجة غياب فهم الدور الحقيقي للدين في إصلاح وتهذيب المجتمع وتقوية أواصره، وليس تعميق الفرقة والشتات فيه، والتي تؤدي في الأخير لخدمة أهداف تتعلق بصراع السلطة والنفوذ ليس إلا.